وصباح الخير، يا هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. وطالعين ان شاء الله رحلتنا اليوم على مدينة الطائف، عروس المصايف. طبعا مدينة الطائف واحدة من المدن الحجازية في المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية اللي تمتاز بجوها المميز. طبعا ايش سبب هذا الجو المميز؟ هو مكانها الجغرافي. المدينة الوحيدة تقريبا اللي في الحجاز اللي بترتفع او مرتفع عن سطح البحر حدود 1800 إلى 2000 متر. ما هي زي باقي المدن، مثلا المدن الساحلية زي جدة وينبع، هذا مباشرة على البحر. لا، المدينة مرتفعة، فهذا أكسبها جو رائع جدا وخلاها واحدة من أقوى وأهم المصايف في المملكة العربية السعودية. وتعتبر كمان هي البوابة الشرقية للحرمين مكة والمدينة لأي أحد جاي من الشرق. طبعا احنا محن الطريق اللي احنا طالعين منه ما هو طريق الهدى او طريق السيل، احنا طالعين على طريق ثالث اسمه طريق عقبة المحمدية على الشفا على طول. وصلنا اول بريك عندنا في العقبة، حوية وادي نمار، هذه هي زي ما انتم شايفين. جينا الان لاطلاله اجمل. ها عزيز، شغل يا رمال، شغل فوق السحاب من قاعدين، سحاب وضباب. خلينا نشوف هنا، طبعا زي الجميع عارف انه مدينة الطائف ما هي بس تمتاز بالفاكهة والخضار المنتجات الزراعية، بل كمان تمتاز بالورد الطائفي. عشان كذا جينا هنا لوحدة من معامل الورد الطائفي، منتجات الورد الطائفي هنا في الشفا. حناخذ الان نظرة على المعمل، شوف من جوا كيف يعملوا الورد الطائفي ومنتجاته. طبعا هنا في المعمل اول ما جينا دخلنا حنشوف في عندنا هنا بحيرة. في البداية قبل المعمل خلينا ندخل على المتجر، اوكي، نشوف المنتجات. شوف هنا مثلا في عندنا عطور، اوكي، صوابين، زيت شعر، ماء ورد مغربي للبشرة، يعني في تصنيفات عديدة، موية الكادي، سيروم، غسول فم، خل ورد، خل، فازلين،
في باقات برضو. خلينا نشوف هنا حتى معطر أرضيات، نشوف سيراميك ورخام برضو من ورد الطائفي. هذه بعض الأدوات. دخلنا الآن على معمل تقطير الورد، هذا هو. طبعا سامحين لنا بالتجول، شوف المعمل من الداخل. شايفين القزايز، هذه صنابير التقطير. بسم الله، هذه قدور الورد الطائفي مصنوعة من النحاس. كل قدر يأخذ من 12 إلى 15 ألف وردة، ومن 70 إلى 100 لتر موية. كل يوم الصباح نحط الورد زائد الماء، ثم نغلق الغطاء بإحكام ونحط التيبة والشطرطون عشان ما يتهرب البخار، ونشعل النار. يوجد عندنا نوعين من الطبخ، نوع بالطريقة التقليدية القديمة اللي هو الحطب، والنوع اللي هو بالغاز الطريقة الحديثة وهي الأسهل. ساعة بالضبط من حين نوقد النار حتى يتم غليان الورد مع الماء ويصعد البخار على الغطاء وينتقل على الناحية الأخرى، يمر عبر المنصورة هذه بالضبط. هنا بحيرة موية، الموية تكون باردة جدا عشان تسوي عملية تكثيف للبخار اللي يمر عبر المنصورة. كل قدر بغض النظر كم حطينا فيه من الورد أو من الماء، لازم نطلع منه 50 لتر موية. الـ50 يتوزع على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي يطلع معاها دهن الورد الطائفي، وهو يعتبر من أغلى الزيوت الطبيعية في العالم. أوكي. هذا هو معدل كل 14 ألف ورد عندي، قيمتها تتراوح من 1000 إلى 1600 ريال. هذه الخيط الأصفر الصغير. أيوة، هذا هو الورد الطائفي الطبيعي. الموية اللي تحت دهن الورد تكون مركزة جدا. العبوة 300 ملي قيمتها 50 ريال، نسميها ماء العبوة. تستعمل للبشرة أو للجسم، تصفية، نظارة، علاجات، وتدخل مع تصنيع المنتجات التجميلية. العبوة الثانية 25 لتر اللي تطلع من نفس البيت، ما يجي معها دهن ورد طائفي، نسميها ما ورد ثن، يكون تركيزها أقل. تستعمل للطبخ، للشاهي، للحلى، الماء الشرب. يوجد منها هنا موية شرب مع نفس الموية في الزير، تقدروا تجربوها. أي شجرة لها رائحة عطرية نقطرها بنفس الطريقة بالضبط، نفس الشيء، الليمون، النعناع. هذه طريقة مبسطة لتصنيع الورد، والله يحييك. طبعا حاليا شفنا زي ما شرح لنا الأخ، شفنا الطريقة، أوكي، لكن شفنا الطريقة لكن ما في عملية قدامنا، لأنه الآن الموسم ما هو موسم الورد. هذه هنا بساتين خلف المعمل. نصبنا خيمتنا الحين هنا، جبنا الأغراض كلها، الفريق كله جاء. هذا الصبار، هذه نبتة البرشومي. طبعا النبتة لذيذة، لكن مشكلتها الشوك، لازم تنزع الشوك، حتى ريحتها جدا رائعة. والله مسكع شوفيه تروح.